واش بصح الحكومه ما دارت والو؟ اليوم غادي نهضروا على قطاع التضامن والتنميه الاجتماعيه والمساواه والاسره. الحكومه رصدت مساهمه تضامنيه كتقدر ب 5 مليار درهم مرصوده لصندوق دعم الحمايه الاجتماعيه والتماسك الاجتماعي. هذا الصندوق كيلعب ادوار كبيره في مساعده فئه هشه من المواطنات والمواطنين، بحيث كتستافد منه 106675 ارمله من دعم شهري، وهاد النساء كتعيل 192911 ليتيم واليتيمه بمبلغ اجمالي وصل حوالي 2.560 مليار درهم. كما أن الصندوق استمر مع انتشار كورونا في معالجة وتسوية الملفات الخاصة بتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وقدم دعم كيوصل ل 60,000 درهم لحوالي 337 مشروع. الصندوق واصل أيضا دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وصل عدد المستفيدين ل 13211 مستفيد، وتوسع الاستفادة من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بحيث تم اقتناء 7976 آلة للسمع وجهاز تعويضي ومعين تقني لفائدة 6636 مستفيد. إيوا ودابا واش فعلا الحكومة ما دارت والو؟